عندي وثيقة مسربة من السفارة الأمريكية بالدوحة، قطر بتستخدم القناة قناة الجزيرة كوسيلة للمساومة السياسية خاصة مع جيرانها العرب. طبعا احنا عارفين المخابرات الأمريكية بتقدم تقريرا شهريا لقناة الجزيرة بتوجه فيه عن أخطائها وسلبياتها، يعني بتدار من المخابرات الأمريكية. هيلاري كلينتون: قطر تقدم الدعم المالي واللوجستي لأفراد من تنظيم داعش. أمير قطر السابق وحمد بن جاسم هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية آمنة. هذه كانت حلقة قطر، دمتم في أمان الله، نراكم الأسبوع القادم في رمضان، كل عام وأنتم بخير.